معكم علي بالسيقان المري من دولة الإمارات. سبب المشاركة هو نجاح الموسم الأول واللقب الحالي يستحق أن الواحد ينافس علشانه. بالنسبة للكرت الذهبي إحنا ما حضرنا إلا علشانه، وإن ما حالفنا الحظ فربعي مهم فليني بإذن الله. بالنسبة لأول شخص علمته بقبولي في البرنامج هو الوالد الله يطول عمره، شجعني وبإذن الله أني ما خيبها قوته. عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. تبقى ثلث واصدح يا ربيب الغصن بالتسبيح، مناديب الطواري بين قبالة وقفاية، أرد الجعل يسقى لا وصلت لمرحلة تنقيح، كثر ما طاول عيوني سهاد وقلبي دواية، أحسب إن الصدر ينبع شعوره والضمير مريح، وعرفت انه مثل راس القلم يبري بالرايح، احسب ان الصدر ينبع شعوره والضمير مريح، وعرفت انه مثل راس القلم يبري بالرايح. بعد ما ذعذع الحذري ونطحته هبوب الريح ووصلها المكان ما تمثنا طرقته، تايه هنا روح الشعور اللي نفخ الله بنفحة شيح، وهنا ركب القصيد اللي يسوقه عزمه وهوايه، لكن يا قبلة انظار لها قاوي واجب التوضيح، تنحرتك وانا اللي شيخ فواده على رايح، لكن يا قبلة انظار لها قاوي واجب التوضيح، تنحرتك وانا اللي شيخ فواده على رايح. ما تحتاج المعذره في الخطا اللي يقبل التصحيح، لو ان جرح المشاعر يبغي مداراه وعنايه، إلى قام يتفادى القلب الأبيض نبرة التجريح، فلا شك أن تفاديه الوسيلة، لأنك الغاية لا تنكرني وتاقع في خط اللي ينشدش ليويح، تصفح ذكرياتك قبل عام وعرفك كفاية، لا تنكرني وتاقع في خط اللي ينشدش ليويح، تصفح ذكرياتك قبل عام وعرفك كفاية، عقب طول التردد ويش يمنعنا من التصريح، حنا اصدق من دموع اللي تعقب طيشه اهدايه، لا تشغل بالك بيوم نختامه دمعه وتلويح، وش الراحه لو ان قلوبنا ما هي بنسايه، لا تشغل بالك بيوم نختامه دمعه وتلويح، وش الراحه لو ان قلوبنا ما هي بنسايه، تجاوزنا بدايات الغل اللي فوله تلميح، وفهمنا ان العيون المايكن الخافقة مراية لك، الله لا تخليني تحت حرية الترشيح، ترى ما باقي إلا خطوتين من نقطة نهاية، لك الله لا تخليني تحت حرية الترشيح، ترى ما باقي إلا خطوتين ونقطة نهاية، لكن حاول تلحفني جفونك وانتبه لا طيح، لين الله يهيئ في الختام الكفي وماية، مدام إن الوداع القاسي يخلي السدود تبيح تكفيني تفاصيل الفراق اللي معه رايه. سلامتكم علي بس قال المري، صح الله لسانك، الله يصح بدنك. خلينا نشوف راي اعضاء لجنتنا مع الشاعر معتق العياضي ابو منير. مرحبا يا علي، الله يرحب، صح الله لسانك، الله يصح بدنك، وله بغريبه الشعر على المره، يرحم والديك. القصيده فيها ابداع وفيها معنى في داخل القصيده، ما يحتاج، فيها معنى وفيها رمي، فيها رمي أهداف. لا تنكرني وتاقع في خط اللي ينشدش ليويح، تصفح ذكرياته قبل عام وعرفك كفاية، مقصد اللي يقول يناشد عني تراني شليويح، هنا بيت مميز يقول لا تشغل بالك بيوم اختامه دمعه وتلويح، وش الراحة لو ان قلوبنا ما هي ابن الساية. القصيدة فيها شعر وفيها أفكار، هذه سحابة شعر أسميها. الله يطول عمرك يا رحمة، الله يبيض وجهك وصح الله لسانك، الله يصحبك. مثل ما قلت فيها معنى خاص فيك أنت، صحيح، وهذا الإبداع، غلفته بطريقة وفي لفظ جزل، رغم أن المقصد في قساوة قوية، صح الله لسانك وبيض الله وجهك، الله يصحبك يا رحمة والديك. أبو منير يوصف نص شاعر علي بأنه سحابة، يا أبو محمد، أبو محمد أقول أبو منير يقول النص هذا أشبه بالسحابة،
وش يقول ابو محمد؟ وعلن وعلن عذر انا صادق صح لسانك يا علي. الله يصح ابنك. وقصيدتك سحابه وفيها بردي وفيها بعد فيها صواقع الله يكفينا شرها. ولكن احنا ما ندخل في النوايا. القصيده قصيده طيبه ورايها طيب ومن بيت شعر والله يصح لسانه وما خلانا ابو منير شيء نقوله. تفضل يا ابو مشرف. صح لسانك يا علي. الله يصح ابنك. يعطيك العافيه. يقول عقب طول التردد وايش يمنعنا من التصريح هنا صدق من دموع اللي تعقب طيشه هدايه هدايه. بيت جميل وفكره جميله الى اخر بيت اللي يقول ما دام ان الوداع القاسي يخلي السدود تبيح تكفيني تفاصيل الفراق اللي معه رايه. اعتقد انها رايه النصر ولا لا؟ صحيح. بيض الله وجهك وصح لسانك. لا انت ابو مشهور. كانت هذه اراء لجنتنا حول النص اللي شارك فيه الشاعر علي أبا السيقان المري من دولة الإمارات العربية المتحدة. لابد أن نجدد الترحيب بمن يتابعنا عن طريق الشاشة وكذلك ما شاء الله تبارك الله لأكثر من 15,000 قاعدين يتابعونا حاليا في منصة اليوتيوب. نبي نسمع لهم أقوى تحية ويستاهلون الربع. الله يعطيهم ألف عافية. كذلك الشكر موصول لمن يتابعنا كذلك عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الواقع الفضائية. نروح لمنطقة المكزوم.